لا تتأثري وتطوشينا. ايه صار فينا ندخل بالمهم؟ انت ما نكسونا بكتاش بالحقيقة. قلتي له هالشي ولا ما قلتي؟ قلت له. كيف يعني؟ غريب إذا قلتي له شو هالحالة لكان؟ الزلمة ما تضايق أبدا؟ ما كان عنده أي ردة فعل يعني؟ نحن توترنا على الفاضي؟ مو هيك كان قصدي. تهيأ لي إني اعترفت وشفت شو صار معي. صبايا ما رح أقدر أبدا، مستحيل أقدر أحكي الحقيقة لمراد. عم شوف منام حلو ومبسوطة فيه. لو سمحتوا لا تصحوني منه، اتركوني. غلط، غلط كبير. يمكن مو مثل ما عم نفكر، يمكن الغلط كان رح يكون لو قالت له. على القليلة كان صار اللي بده يصير. رح ينهي كل شيء قبل ما يبلش. وهلأ بينهي حياة مراد وقت اللي يعرف ما رح يقلك برافو عليكي ما قصرتي وتعي لأخدك بالأحضان. ايه وليش لا يعني؟ يمكن حبوا بعضهم كتير لدرجة ما بيتخلوا فيها عن بعض، وكرمال كذبة بيضة وصغيرة هيك ما رح يتنازلوا عن حبهم لبعض. هاد كمان احتمال. مراد إذا كان بيموت فيني أول ما يسمع هيك كذبة أكيد ما رح يضل، رح يمشي وما رح يتطلع بوشي. طيب شو رح يصير هلأ؟ رح أكمل على قد ما فيني، ورح يبقى الحب لحتى يعرف الحقيقة. من مين؟ ليكون من مراد. لك ايه صح، يا ترى شو بده يكون بعت لي؟ يلا قري يا قوام. اشتقت لك. كاتب لي انه اشتق لي. طار عقله للزلمة على الاخر. يلا اكتبي له وانا كمان ردي له هيك. ايه بلا وانا كمان. شو هاد من اول يوم مثل مراهقين الثانوي؟ اكتبي له. لا تزعل حبيبي، مع الوقت رح تتعود. بالاخير حطي له الوش اللي عم يبكي من كتر ما عم يضحك على اساس عم تمزح. لسان ماني مصدقه انك بتفكري هيك. الزلمه بكل براءه وحب وعشق معبر عن عواطفه ومشاعره، برايي بيستاهل انه ترد وتكافئه بكلمه وانا كمان. مو صرعتيني انت وياها، خلوني اخذ نفس بس لحتى افكر وقرر شو بدي اكتب. اوكي. ايوه عن جد. وانا كمان. ايه هيك. وانا بتفق معك شريك، لما راحوا الصبايا من هالبيت صار ممل لدرجة كبيرة. شبني قاعد طالما عندي فضول كل هالقد أعرف اللي صار، شو اللي مخليني أقعده؟ مزبوط هيك رأيك؟ والله أنت القعدة معك بتفتح الذهن يا شريك. خلينا نتصل فيهم. تصرف بلا طعمة مو هيك؟ بهالوقت المتأخر عم ندق لحياة وين ما كانت وشو ما كانت عم تساوي. ايه هاد إبراهيم المجنون. شو شفتي منه للشاب لحتى عم تقولي عنه مجنون؟ بيكون بده يعرف شو صار معي أنا ومراد. رح حاكي وأرجع لكم بسرعة. Thank you.
أهلين إبراهيم. أنا وشارلوك نشغل بالنا لنعرف شو الوضع. غائم جزئياً؟ مشمس ولا في هطول أمطار؟ عاصفة رياح الحب عم تهب. وكيف صار هيك؟ ما حكيتي مع مراد لسه؟ كل شيء كان حلو لدرجة أني ما قدرت إبراهيم. ما بدي دايقك بس تصرفك غلط، كان لازم تقولي له كل شيء اليوم. التأجيل مو حل مناسب أبداً. أنا اللي كنت غلطانة من الأول وبعرف آخرة هالطريق مسدودة. لهيك هلأ ما بقيان إلا مسافة قليلة وبدي أفرح فيها. خايف إنك تضيعي بهالمسافة هي. ما في داعي تخاف علي، بعرف دبر حالي كتير منيح. وأنا بحبه لمراد، إذا شهر ولا يوم رح أضل عايشة هالحب معه. شو عم تحكي إلى ساعتين مع هالمجنون؟ على فكرة مانو مجنون بالمرة، بالعكس عاقله فهمان، بيكون عم يقول لحياة إنه تحط حاله على الطريق الصح. شو بده؟ شو بده يعني؟ مو تارك جملة ما بدي اسمعها إلا وقال لي إياها. أنا رح أطلع بدل تيابي، بدي شم شوية هوا. انتي كمان؟ ما بعرف الضبط شو اللي صاير معك، بس أنا كمان أكيد واقعين بورطة معناتها. ليش؟ لأنه مو قدران نام بلاكي. على الأغلب عندي نفس المشكلة. طيب شو الحل؟ ما بعرف. يلا تعي. هلأ بتزعل مني إذا سألتك وين بدنا نروح؟ حياة معقول يخطر لك إني ساوي شي بيأذيكي؟ معقول لهلأ ما عرفتيني حياة؟ قلت لك بحس بالأمان لما بكون معك. خلينا نروح معناتها، مين ممكن يمنعنا؟ أنور، 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 في شو بدك مني كرم؟ قلتك شو بتكون عم تعمل بيسان هلأ؟ بتكون عم تفكر فيني يا ترى؟ Love to land the